هذا تكرر السؤال، يقول عندنا مسجد على غير اتجاه القبلة. يا أخي عندكم الجهة المسؤولة عن المساجد، تروح لهم وزارة الأوقاف شؤون المساجد هم اللي ينظرون في هذا المسجد، أما أنا بعيدا عن المسجد وين هو فيه، وأيضا ما لي صلاحية. تروح لما الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد تبلغ عن هذا المسجد وتنظر فيه، قد يكون ما ذكرته صحيح وقد يكون إنك متوهم. نعم.